تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أقامت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية المنتدى السنوي السادس للمؤسسة تحت شعار مبادرات إنسانية. وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رفع خالص شكره وتقديره إلى جلالة الملك المعظم رئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على الدعم المستمر من لدن جلالته للمؤسسة واهتمام جلالته بالعمل الإنساني، ما كان له الأثر الكبير في تقديم المؤسسة للبرامج والمبادرات النوعية وتحقيق العديد من الإنجازات التي تصب في مصلحة أفراد المجتمع والفئات المحتاجة بصورة خاصة. وأكد سموه أن مملكة البحرين رائدة في العمل الخيري والإنساني بما قامت به من مبادرات مثمرة طيلة تاريخها، حيث تقوم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالقيام بالأدوار الإنسانية المناطة بها بصورة مهنية واحترافية وابتكار للمشروعات المقدمة. لذا جاءت فكرة مسابقة مبادرات إنسانية لإشراك جميع فئة المجتمع وبخاصة الفئات الشبابية لتقديم الأفكار الإنسانية الملهمة في العمل الخيري لفتح أبواب جديدة إبداعية في العمل الإنساني بما يتناسب مع رؤية جلالة الملك المعظم ورؤية المؤسسة الاستراتيجية. من جانبه تقدم سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، تقدم بخالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم واهتمام جلالته الدؤوب بالعمل الإنساني وتطوير العمل في المؤسسة، مثمنا دعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومشيدا بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لمسيرة الخير والعطاء في المؤسسة ورعايته لمنتدى ومسابقة مبادرات إنسانية. وبيّن السيد بأن منتدى المؤسسة جاء هذا العام بصورة مغايرة عن الأعوام السابقة وبمنهجية مهنية جديدة من خلال تنظيم مسابقة مبادرات إنسانية، والتي جاءت امتدادا للدعوة الكريمة التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد لمبادرة فينا خير. ودعا السيد جميع الشركات والمؤسسات وضمن إطار المسؤولية والشراكة الاجتماعية بالمساهمة في تبني المبادرات المتميزة الفائزة والتي سيكون لها المردود الإيجابي المؤثر في المجتمع البحريني.